خلينا نروح من اخبار النادي الاهلي دلوقتي، ونروح عفوا لاخبار النادي الاهلي فرق المختلفه. وسلاح حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وزي ما كنا بنتكلم برضو بحضراتكم امبارح، واول وحمله التطعيم الموجوده في افرع نادي المختلفه، هي معاها هيكون لقاء والاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي في الجزيره، عشان نعرف اكتر عن حمله التطعيم وكمان الاقبال من قبل يعني الاعضاء وغيره. سالا صباح الخير عليكي، بنصبح عليكي انا وكريم في البدايه. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوند حاليا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وزي برضو ما انت اتكلمتي في موضوع مهم جدا، وهي حمله التطعيم لاعضاء النادي الاهلي ضد فيروس كورونا بالتنسيق طبعا مع وزاره الصحه. زي ما انت شايفه طبعا ورايا نهاوند يا كريم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، حاليا انا امام صاله راتب اللي متواجد فيها طبعا حمله التطعيم لاعضاء النادي الاهلي، هيكون معايا لقاء مهم مع الاستاذ خالد مرسي، هيكلمنا بالتفاصيل طبعا عن الموضوع ده. بس خليني قبل ما اروح في لقاء مع الاستاذ خالد مرسي اكلمكم شويه عن يعني الاجواء والكواليس طبعا للفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده طبعا مستر اجاستي بوش، والمتواجدين حاليا في مدينه الاسكندريه من اجل طبعا المشاركه في البطوله العربيه لكره السله رجال. يمكن خليني اقول لك انا هواند كريم انه الفريق سافر يوم الاثنين مباشره بعد التدريبات لمدينه الاسكندريه عشان يكونوا في معسكر مغلق، وامبارح كان عندهم تمرين في تمام الساعه 10 صباحا، والنهارده ان شاء الله عندهم ايضا تمرين على صاله الاتحاد السكندري في تمام الساعه 3 عصرا عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد. النهارده هيكون الافتتاح للبطوله العربيه، ولكن اول مباراه ان شاء الله للنادي الاهلي هتكون بكره امام نادي الشعب حضرموت اليمني في تمام الساعه 7 مساء على نفس الصاله اللي بيتمرن عليها النادي الاهلي طوال فترته طبعا المتواجد فيها في مدينه الاسكندريه المشاركه في البطوله العربيه، وهي صاله النادي الاتحاد السكندري. ده بالنسبه لي يعني يعني الفريق الاول لكره السله ومشاركته طبعا في البطوله العربيه. كمان خليني افكر الساده المشاهدين بالقائمه اللي يعني اختارها طبعا مستر اجاستي ابوش، 12 لاعب في القائمه اللي هيشاركوا ان شاء الله في البطوله العربيه. يمكن اختار طبعا ايهاب امين، عمرو الجندي، سيف سمير، احمد مهيب، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، عمر عزب، عمرو زهران عفوا، احمد حمدي، عمر طارق، والمحترفان مايكل تومسون ومايكل فاكوادي. طبعا دول يعني ال 12 لاعب اللي هنشاركوا ان شاء الله في البطوله العربيه، وهيغيب عن القائمه الكابتن مودي الجرحي كابتن الفريق، ومروان سرحان، وابراهيم الجمال، وسيف صلاح، وبودي حسام. ده بالنسبه للفريق الاول لكره السله رجال. خليني بقى اروح دلوقتي في لقاء مهم طبعا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان طبعا يكلمنا النهارده عن حمله التطعيم ضد فيروس كورونا لاعضاء النادي الاهلي. استاذ خالد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني في البدايه اصبح على حضرتك، وطبعا عايز اتكلم معاك عن النهارده دور النادي الاهلي الاجتماعي. يمكن النادي الاهلي طبعا بيقدم دوره الاجتماعي بانه بيقدم خدمات صحيه لاعضاء النادي الاهلي، وهي الحصول على لقاح طبعا كورونا. صباح الخير يا سالا، صباح الخير استاذ نهاوند، صباح الخير استاذ كريم، صباح الخير على كل اعضاء ومشاهدي قناه النادي الاهلي الجميله الحبيبه لينا كلنا. في البدايه احب بس اوضح حاجه مهمه قوي، ان احنا الحقيقه من اول يوم موضوع التطعيمات كان مجلس الإدارة عنده رؤية وإصرار الحقيقة كبير جدا إن احنا نعمل عملية تسهيل كبيرة جدا، إن احنا نجيب حملة من وزارة الصحة لتطعيم أعضاء النادي الأهلي الراغبين في الحصول على اللقاح في النادي عندنا، علشان طبعا نقدم لهم أكبر قدر ممكن من السهولة والارتياحية في الحصول على اللقاح، لأن زي طبعا احنا كلنا عارفين بره بيبقى الزحام جامد قوي. فالحمد لله قدرنا، ومجلس الإدارة الموقر بقيادة كابتن الخطيب الحقيقة، إن احنا مع تواصل كبير مع وزارة الصحة اللي بنقدم لها كل الشكر على الدعم الحقيقة المتواصل معانا، إن احنا حددوا لنا ميعاد لأول حملة، إن شاء الله مش تبقى الأخيرة يعني، بس لما يتحدد الحملة الثانية إن شاء الله أكيد هنعلم الأعضاء، بدايتها من قناة النادي المحببة لينا جميعا وكل وسائل التواصل الاجتماعي. أول ميعاد كان الثلاث أيام اللي احنا فيهم دول النهاردة، وزي ما شايفين الإقبال كبير جدا، وإمبارح وأول إمبارح الحمد لله اليومين اللي فاتوا عدوا بدون أي مشاكل الحمد لله رب العالمين. كل الأعضاء اللي تم تسجيلهم قاموا بتلقي الجرعة الأولى إمبارح وأول إمبارح. النهارده اليوم الثالث ان شاء الله البدايه دلوقتي بدات، في اقبال كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. المكان اللي احنا حددناه من قبل اداره النادي المكان المناسب جدا اللي هو حديقه راتب هنا لكبار السن، وكنا الحقيقه برضو عندنا اصرار كبير جدا على الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الساده الاعضاء،
الموضوع الكراسي اللي احنا حطيناه في تباعد بينها عشان ما يبقاش في تزاحم من الساده الاعضاء بالعدد الكبير اللي احنا شايفينه الاقبال الكبير ده. المكان المخصص جوه في صالون الراتب لتلقي الجرعه الاولى، برضو احنا ما حدش بيخش جوه غير العضو اللي بيتم تلقيحه بس عشان ما يبقاش في تزاحم جوه. استاذ خالد برضه عايزك تكلمني شويه عن ازاي تم التنسيق طبعا ما بين النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ووزاره الصحه ان يكون موجود هنا وفد طبي طبعا وزاره الصحه عشان يعني كل اعضاء النادي الاهلي تتلقى لقاح كورونا. طبعا الاتصال المستمر بين مجلس اداره النادي والوزاره، وتم الاستجابه الحمد لله وحددوا لنا الميعاد الثلاث ايام اللي احنا فيهم دول، وبدانا الحمد لله امبارح واول امبارح والنهارده، تحدد لنا الثلاث ايام دول. البدايه بيتم تسجيل الساده الاعضاء من خلال موقع الوزاره، بيتم ارساله على الموبايل الخاص بكل عضو، الكود اللي بيبقى من 20 رقم، الكود ده بيتم العضو ارساله لينا في ادارتين الحقيقه تم التعاون معانا فيهم، اداره العلاقات العامه واداره الخدمات. بنعمل كشوفات وبنقوم توزيعها، بنقوم بتوزيعها على الثلاث ايام، وعلى مدار اليوم بنقوم بتوزيعها برضو خلال كل ساعه بحيث لا يزيد عدد الاعضاء في الساعه عن 50 عضو. فالحقيقه برضو بالمناسبه دي مش عايز انسى اشكر ادارات كتيره جدا معايا في النادي قامت بمجهود كبير جدا، منها اداره الامن، اداره الخدمات، العلاقات العامه، هي كل الموظفين والعمال بتوع الخدمات عندنا عشان يقوموا بتنظيم اليوم بيبقى زحمه جدا عندنا، فانا بشكرهم جميعا من خلال قناه النادي. خير طبعا زي ما حضرتك شايفين يعني طبعا ورانا في اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت يمكن ده ثاني يوم ولكن شايفين ثالث يوم، ولكن شايفين ان طبعا في اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي، يمكن من الصبح يعني من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 3 يعني بيكون موجود الوفد الطبي، بيبقى موجود لغايه 3، وبرده هم عندهم الحقيقه معانا تعاون كبير جدا، لو في لسه ناس ما طعموش بيمدوا برده ممكن ساعه، امبارح ماشيين 4 4 ونص، ان شاء الله لو عرفنا ناخد يوم زياده، بس مش عايز اتم لما اتاكد الاول. وزي ما قلت لحضرتك من شويه دي مش الحملة إن شاء الله الأخيرة، إن شاء الله في تواصل دلوقتي بيتم على أعلى مستوى مع وزارة الصحة، إن شاء الله لما ناخد الميعاد الحملة الثانية هيتم إعلام الأعضاء إن شاء الله من خلال كل وسائل الإعلام وبدايتها طبعا القناة بتاعتنا، وهيتحدد الميعاد وهنعلمها للأعضاء. اللي أنا بس عايز أكد عليه إن الجرعة الأولى اللي اتاخدت النهاردة وإمبارح وأول دي الجرعة الأولى، في الميعاد الجرعة الثانية تم تحديدها في نفس المكان برضو للسادة الأعضاء طبعا من خلال الموعد المقرر والمحدد من السادة القائمين الأطباء من وزارة الصحة على موضوع التطعيم، فهيبقى في نفس المكان ده إن شاء الله. وبرضو عايز أأكد على موضوع أن احنا محافظين جدا على موضوع التباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الاحترازية الحقيقة من تعقيم مستمر، لأن دي بقت حاجة عندنا عادة يومية في النادي وبالأخص في الأيام دي، تعقيم بصفة مستمرة للمكان اللي جوه ومكان الجناين هنا والتباعد ولبس الكمامة. وإحنا الحقيقة بنشكر السادة الأعضاء على تفاهمهم وتعاوننا معنا عشان الحقيقة الموضوع يطلع بالشكل اللي يليق بينا كلنا ويليق بأعضاء النادي الأهلي. بشكر حضرتك طبعا يا استاذ خالد جدا، وبالتوفيق ان شاء الله فيما هو قادم ان شاء الله. ليكوا صباح الخير على كل الاهلاويه، شكرا. كده طبعا يا نهاوند ويا كريم كان لقائنا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي طبعا كلمنا بالتفاصيل عن حمله التطعيم لاعضاء النادي الاهلي ضد فيروس كورونا بالتنسيق طبعا مع وزاره الصحه، وزي ما احنا شايفين ورانا طبعا التطعيم والحمله اللي موجوده حاليا في صاله راتب داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلام ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. انا هسالك انت يا سالا اخر حاجه، لو تطلعينا بقى عن ردود الافعال، يعني احنا عرفنا من استاذ خالد المجهود اللي بيتم من قبل يعني الاداره ومجلس الاداره، على الصعيد الثاني بقى ردود الافعال، اكيد انت بتتكلمي مع الاعضاء، يعني هل في نوع من الرضا وهل في نوع من الاقبال؟ خلينا نعرف منك، انقلي لنا الصوره عندك يعني حيه زي ما بتقال. بالفعل يا نهاوند زي ما انت قلتي في نوع يعني من الاقبال والرضا من اعضاء النادي الاهلي، الكل هنا مبسوط يعني انه الحمد لله اداره النادي الاهلي قدرت توفر لاعضاء النادي الاهلي الامكانيه ان هم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا داخل النادي الاهلي، مش بس هنا في الجزيره كمان في باقي فروع النادي الاهلي، انه طبعا يعني الحصول على لقاح كورونا في اي مكان بره بيكون في يعني شويه صعوبه ان حد يعني يستنى دوره ويحصل على لقاح كورونا، فطبعا الاعضاء هنا يعني في حاله من الرضا، وطبعا يعني ردود الافعال الايجابيه جدا انه اعضاء النادي الاهلي مبسوطين انه قدروا ان هم يحصلوا على لقاح كورونا في وقت يعني بسيط اكتر من الوقت يعني اللي بيتاخد بره، وطبعا الحمد لله يعني زي ما انت قلت يا نهاوند في حاله من الرضا والاقبال من اعضاء النادي الاهلي طبعا بعد يعني اداره النادي الاهلي ما وفرت لهم حمله التطعيم. هايل جدا، ودي يعني حاجه مبشره، شكرا ليكي جدا يا سلا، وشكرا للاستاذ خالد مرسي، شكرا.